طيب عندنا كلام كتير جدا طبعا على يعني ماتش امبارح، السبعيه التاريخيه، عن التكشير، عن الانياب، عن البطل المحتمل القادم بقوه السيتي، وعندنا كلام طبعا على ماتشات النهارده، ليفر في مواجهه ريال، نابولي في مواجهه شتوتغارت. ولكن خليني ابدا بالملف الاهم، ملف النادي الاهلي والقطن ومشوارنا في دوري الابطال. وبدايه طبعا قبل ما ادخل في التفاصيل، خليني ارحب ببلال محسن ضيفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا بلال. مساء الخير طبعا استاذ احمد، واهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين، وان شاء الله نتكلم في كل حاجه محليا وافريقيا ان شاء الله، مشوار النادي الاهلي وطبعا الكره العالميه بقى ان شاء الله. قبل ما ادخل في الاهلي والقطن، انا جاي لك في الكره العالميه، انا مش هسيبك النهارده، بس يعني خليني ابدا بالاهلي والقطن الاول. بنسبه كام في الميه او تقديرك ايه لفرص الاهلي في الوصول للادوار الاقصائيه والتاهل عن المجموعه بي في دوري ابطال افريقيا؟ يعني بص، احنا عايزين نتكلم بالحسابات، يعني احنا كوره للاسف ما بقاش في ايدينا نتكلم كوره، احنا بقينا نتكلم في الحسابات، رجعنا تاني نمسك الاله الحاسبه ونعد البناط ونستنى نتيجه المباريات والكلام ده كله. وضع صعب، وضع صعب، ما فيش شك ان احنا ازمنا الموقف يعني ما بقاش احسن حاجه. ولكن رغم كل دوت احنا لسه لازال عندنا فرصه، احنا الفرصه تبقى في ايدينا امتى؟ تبقى في ايدينا يوم الجمعه الساعه 8، في حاله ان شاء الله باذن الله ترجع لنا الفرصه مره ثانيه لايدينا، في حاله ان احنا نفوز على القطن في الكاميرون وتعثر الهلال، او يعني عدم فوزه، احنا مش عايزين الصن داونز، مش شرط يكسب، ولكن في حاله تعادل صن داونز امام الهلال، نحتاج ان شاء الله في مباراه القاهره امام الهلال السوداني للفوز بهدفين، والمباراه دي وقتها هتشبه، انا شبهتها ان هي تبقى زي مباراه الاتحاد الليبي وهدف شهاب بقى لو نفتكر، كنا محتاجين وقتها بالظبط، احنا كنا محتاجين وقتها نفوز بهدفين على الاتحاد الليبي او نرجع بهدفين عشان تتساوى الامور مره ثانيه. فوقتها ان شاء الله باذن الله هترجع لنا الفرصه تاني، بس ننتظر ونعمل اللي علينا. انا عايز يوم الجمعه نعمل اللي علينا، يعني قبل ما ننتظر هدايا الاخرين او ايه اللي علينا من وجهه نظرك نعمله في مباراه القطن الكاميروني، وايه اللي يختلف عن بقيه ماتشات الاهلي في دوري الابطال؟ كيرف الاهلي يمكن في دوري الابطال اختلف تماما عن المستوى اللي ظهر بيه سواء في بدايه الموسم او حتى في بطوله كاس العالم، حتى مع خسارته من فلامينجو والريال، الكيرف الاداء، شكل الفريق، الحاله العامه للفريق اختلفت. ايه اللي متوقع او ايه اللي تنتظر انه يختلف في مباراه الجمعه اللي جايه عن المباريات اللي قبل كده في دوري الابطال؟ يعني هو مشوار النادي الاهلي الموسم ده غريب جدا، يعني يمكن النادي الاهلي بيمشي على سطر ويسيب سطر. احنا بدانا الموسم كويس جدا، حققنا 6 فوز من 6 مباريات، العلامه الكامله، دخلنا كاس العالم للانديه، قدرنا نفوز على اوكلاند وعلى سياتل، وعملنا مباراه بصرف النظر عن النتيجه مباراه كبيره جدا وعرض مشرف امام ريال مدريد، لحد اخر دقيقه كنا هنتعادل مع بطل اوروبا وبطل العالم. بعدها مباراه فلامينجو كنا متقدمين وكانت الموضوع في ايدينا، اهدرنا ركله جزاء وكنا هنفوز على بطل كوبا ليبرتادوريس. يعني النادي الاهلي كان ماشي بمعدل اداء كويس جدا، اقصى النادي الاهلي في الادوار الاولى الاتحاد المنستيري اللي كان بينافس على الدوري التونسي في الموسم الماضي بمنتهى السهوله، فزنا ذهابا وايابا، يعني كل المؤشرات كانت تقول وفي الوقت ده كانت كل الناس، يعني كل الاراء، ما فيش حد بيختلف سواء على مستر كولر والجهاز الفني بالزبط، على فرقه النادي الاهلي، على صفقات النادي الاهلي، كانت كل الناس بتشيد، وحتى برونو سافيو كانت الناس بتتغنى بيه وبتقول بعد هدفه امام الزمالك في السوبر يعني. وبدانا احنا كمان، بدانا الموسم بدايه نموذجيه بالفوز على المنافس المباشر محليا هو نادي الزمالك في مباراه السوبر طبعا. وعملنا عرض كبير جدا، قدرنا في الدوري نفوز على نادي الزمالك بثلاثيه نظيفه، قدرنا نفوز على بيراميدز كمان المنافس المباشر لينا في الترتيب بالمركز الثاني بثلاثيه نظيفه. يعني اقصد اقول لحضرتك المؤشرات كلها كانت بتقول ان هو هيبقى موسم مختلف محليا وافريقيا للنادي الاهلي، ولكن حصل الدروب اللي حصل بعد رجوعنا من كاس العالم على السودان مباشره، والخساره الغير متوقعه بالمره امام الهلال السوداني من خطا طبعا الهدف اللي دخل فينا من ركله حره مباشره. بعدها ما قدرناش نرجع بسرعه، يعني يمكن احنا جات لنا الفرصه في مباراه القاهره امام سان داونز واضعنا ركله جزاء مهمه جدا في مباراه سان داونز، ودخل فينا هدفين يعني بسذاجة دفاعية وأخطاء مش مقبولة في الأدوار دي وأمام المنافسين دول، يعني ممكن الخطأ ده يكون مقبول في أدوار تانية وأمام منافس آخر أمام غير صن داونز طبعا بالحالة الهجومية الشرسة اللي كان عليها الفريق الجنوب أفريقي. فما قدرناش نتدارك هزيمة الهلال ووقعنا في تعادل صعب شوية أمام صن داونز. بعدها تفائلنا خير بمباراة القطن الكاميروني، النادي الأهلي قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، اكتسح القطن الكاميروني بثلاثة أهداف نظيفة، عمل عرض فني مميز جدا، لعبنا كرة جماعية، شفنا الربط اللي كان بين القندوسي وعلي معلول والدخول لقلب الملعب وتناقل الكرة بثلاثة. تفائلنا كلنا قبل مباراة صن داونز في العودة.
هنا قبل ما اروح جنوب افريقيا انا كان عندي مشكله شويه، يعني يمكن مباراه المقاولين العرب المشكله مع سواء رابطه الانديه اللي اصرت. انا بس عشان انت بقى هتاخدني كده في مشوار طويل، انا عايز اعرف ايه المتوقع انك انت، هل انت تتوقع انه كيرف الاداء، حاله التراجع على المستوى الجماعي والفردي لبعض الاسماء اللي ممكن يكون ليهم ليها اسبابها المنطقيه لكن مش وقت مناقشتها دلوقتي، هل تتوقع ان كيرف الاداء ممكن يرجع بدايه من ماتش الكاميرون، خصوصا انه مباراه ما تقبلش الاسم على اثنين زي ما بيقول بالظبط؟ يعني انا عشان كده احنا بدانا الكلام وقلنا ان احنا اللي عايزين نقدم بقى وجه مغير في الكاميرون. انا خلاص حسابيا ومنطقيا انا عندي امل، ولو عندي امل 1% انا هلعب عليه. اللي المفروض يتغير في النادي الاهلي، انا مش هقول، انا دايما احنا مشكلتنا في الكره هي دايما في مصر ان احنا بنحب موضوع الجرينتا والروح، كل ده مطلوب في كره القدم، ولكن قبل الجرينتا وقبل الروح العاليه وقبل التدخلات القويه لازم يكون في فكر كوره بيتطبق في الملعب. احنا كنا من شويه بنتكلم وهنتكلم كمان شويه عن دوري ابطال اوروبا، عن منظومات اللعب. احنا واجهنا صن داونز منافس مع احترامي في افريقيا، وقادر يعمل منظومه لعب جماعيه بتمتعك انت كمشاهد وانت قاعد بتتفرج على صن داونز، بتقول ان ازاي مدرب صغير في السن زي دوت مع مجموعه لاعبين شباب. يعني احنا كنا اتكلمنا عن ماي لولا مثلا عنده 21 سنه، ولكن اداؤه في الملعب امام فريق بحجم الاهلي، خلي بال حضرتك يا استاذ احمد ان اي حد بيلعب النادي الاهلي في التيشيرت النادي الاهلي ويخض اي حد اسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي في افريقيا، ولكن لما تلاقي لعيب زي دوت لسه صغير وقادر يعمل الاداء الفردي والجماعي دوت امام نادي كبير بحجم لا ده نجاح لمنظومه صن داونز. فانا قبل ما مطالب اللعيبه ان يبقى عندها روح عاليه وقتاليه عاليه وجرينتا والكلام ده كله، كل ده مطلوب وجميل، ولكن قبل كل ده انا عايزك تلعب كره قدم، عايزك تتحرك من غير كوره، عايزك يبقى في اوفرلاب ما بين الباك رايت والهاف رايت، ما بين الباك ليفت والحاجات اساسيات كره القدم، عايز اللعيب اللي على الدايره يبقى عنده مساحه رؤيه، عايز يبقى في تناقل للكرات، عايز يبقى في لا مركزيه في الاداء، كل الكلام ده منظومه لعب النادي الاهلي لازم تتغير. اللي انت بتقوله ده ظهر مع الاهلي على فكره، يعني ظهر بنفس اللعيبه دي وظهر بنفس الجهاز الفني ده في مناسبات كتير وفي لقاءات اصعب بكتير من الماتشات اللي خدناها في دوري الابطال. بالظبط، انا عايز اقول لحضرتك ان هو ظهر قدام ريال مدريد، يعني مفيش اصعب من كده، ظهر احنا في وقت من الاوقات امتلكنا الكره على ريال مدريد وبقينا نتناقل الكرات ونتحرك بدون كره واهدرنا فرصه واثنين قدام ريال مدريد. فانت كلاعب نادي اهلي انت ما عندكش حجه، انت بتتمرن في المفترض انك بتتمرن في اعلى المستويات التدريبيه مع مدير فني متمرس وعنده خبره وتولى تدريب انديه في اوروبا وعنده خبرات كبيره. انت كلاعب نادي اهلي الكواليتي بتاعك وحجم التوقعات اللي منتظر منك كلاعب نادي اهلي المفروض يختلف تماما عن اي لاعب اخر، والا ليه انت بتلعب في النادي الاهلي وغيرك مع احترامي بيلعب في انديه او في تنافسيه اقل؟ بالظبط، فانت كلاعب نادي اهلي لازم يكون عندك غيره على الكارير بتاعك انت، لان الكارير بتاعك مهدد انك تفقده في وقت من الاوقات وتنتقل من ليفل اللعب للنادي الاهلي لليفل اقل بكتير، وده وقتها انت اللي هتكون مسؤول عن كده. فالحاله الجماعيه انا شايف ان الرهان دايما، انا ضد دايما الرهان على الاسماء. لذلك حتى لما اتكلمنا عن مباراه باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في الحلقه اللي فاتت، انا قلت لحضرتك انا براهن على البايرن علشان منظومه البايرن مش عشان اسم. احنا لو جينا اتكلمنا عن بايرن ميونخ اهم نجم كاسم لامع هو ساديو ماني، ما لعبش اللقاء، نزل في الدقائق الاخيره، ولكن شفت على ارض الملعب منظومه لعب بايرن ميونخ عامل ازاي قصاد مين؟ قصاد بطل العالم ووصيف العالم امبابي وميسي بعظمتهم بقيمتهم الفنيه الكبيره جدا، ولكن منظومه اللعب الجماعيه دايما بتتفوق على اي اسم فردي مهما كان هو مين. صحيح. طب سؤال هنا للقطن، ظروف المجموعه وخساره القطن الاربع مباريات وفكره المباراه دي هتتلعب على ارضه وسط جمهوره، خرج من المسابقه ما عندوش اي حاجه يدافع عنها ولا اي طموح في التاهل، بيستقبل الاهلي باسمه وبجبروته وبتاريخه وبسمعته وشعبيته في افريقيا، هل ده يغير من حسابات القطن في المباراه؟ هل من الممكن ان القطن يظهر في المباراه دي بشكل مختلف عن الاربع مباريات اللي لعبهم على ارضه او خارج ارضه وخسرهم بالكامل؟ انا المسؤول عن الحاله اللي هيظهر عليها القطن الكاميروني يوم الجمعه، انا كنادي اهلي اللي مسؤول عن الحاله اللي هيظهر بيها القطن الكاميروني. احنا احرزنا في مرمى القطن هنا في القاهره هدف في الدقيقه 3، بعدها اختفى القطن تماما وقدرنا نحرز الهدف الثاني والثالث واهدرنا 3 او 4 اهداف محققين. ده سيناريو مباراه الذهاب. فانا يوم الجمعه انا اللي هكون مسؤول عن حاله الفريق اللي قدامي، الفريق اللي قدامي فريق فاقد الطموح في اي شيء خلاص حسابيا وكرويا وكل حاجه، ما عندوش اي فرصه في اي حاجه، الفرصه الوحيده او التارجت اللي هو داخل بيه اللقاء ان هو لو على حسب ما سمعنا انه هيفتح الملعب امام جماهيره. في قاعده بتقول لك ما تخافش غير من اللي ما عندوش حاجه. بالظبط، ما انا هقول لحضرتك بقى التارجت بتاعه ان هو بيلعب بدون ضغوطات، ما عندوش ضغوطات، مش مطلوب منه حاجه، جمهور حاضر ما هيملى الملعب،
جاي بيتفرج على اسم النادي الاهلي، وهم عارفين كلاعبين وكافراد جهاز فني وجمهور ان النتيجه اي نتيجه في امام النادي الاهلي هتتكتب في تاريخ هذا النادي الكاميروني. فانا ليه لا العب بدون ضغوطات النادي الاهلي؟ هم مش هيبقوا مستعجلين المكسب. وبالمناسبه هم على ملعبهم مش وحشين، يعني هم على ملعبهم اكتر تنظيما من خارج ملعبهم، قدروا يحرزوا هدف في مرمى صن داونز على ملعبهم، وقدروا يحرزوا هدف في مرمى الهلال على الهلال على بالظبط على ملعبهم. فهم مش وحشين على ملعبهم، بالعكس هم عندهم نزعه هجوميه خطيره جدا عن طريق اخطر لاعب في القطن لو احنا لسه هنيجي نتكلم عنه، واللي هو واسو رقم سبعة. لعيب شبيه شويه اداؤه لمايلولا لاعب صن داونز اللي هو رقم 33، عنده خفه في الحركه وبيتحرك دايما يا اما من العمق يا اما بيجي من الحته اللي بتبقى في ظهر علي معلول، قدر يحرز منها هدف القطن. فالقطن هيلعب بدون ضغط عصبي، هيلعب مباراه للمتعه، ليه لا؟ ممكن لو لا قدر الله احنا حالتنا الفنيه والبدنيه مش كويسه يعمل نتيجه سلبيه، واحنا ما نتمناش كده. سؤالي الاخير في الاهلي والقطن عشان اقفل الملف ده واروح للملف اللي بعده، الملف ده يهمنا بشكل من الاشكال، هقول لكم ازاي لما نجيله. لكن سؤال اخير، هل تتوقع انه تشكيله الاهلي تختلف عن مباراه سان داونز؟ وهل تنتظر عوده او ظهور بعض الاسماء اللي غابت عن تشكيله الاهلي في الفتره الاخيره وتراهن عليها انها تحدث الفارق؟ مع مارسيل كولر ما اقدرش اتوقع، انما اتمنى ان يكون في تغيير لثلاث او اربع عناصر من اللعيبه اللي شاركت امام سان داونز. اتمنى ان يكون في ناس تخدم فكره اللعب الجماعي اكتر، اتمنى ان يكون في ناس عندها كوره، اتمنى ان يكون التشكيل اللي بادئ عنده القدره ان هو يلعب في ملاعب زي ملاعب جروه، لان الملعب احنا شفناه الموضوع هيبقى صعب جدا. في يعني انت عايز تلعب كوره وتلعب اداء جماعي امام فريق يعني شويه عشوائي كفكر وكتنظيم في على ارض الملعب. هم عندهم عشوائيه، ولكن اتمنى ان يكون في على الاقل يعني اشوف مثلا عمرو السوليه بيبدا المباراه، اتمنى اشوف تحركات محمد شريف واللا مركزيه، اتمنى حمدي فتحي يرجع تاني للدور اللي بدا بيه كولر في اول الموسم، ان هو كان بيلعب تاني مع المهاجم، وكان حمدي مميز جدا في مباراه زي دي. حمدي فتحي لو لعب زي ما شارك في مباراه الزمالك ومباراه سموحه وبيراميدز هيخدمنا جدا جدا حمدي في دور زي دوت، مع طبعا البدايه اتمنى طبعا مروان عطيه يشارك من البدايه، اتمنى خالد عبد الفتاح يشارك من البدايه. كل اللعيبه دي جعانه كوره، جعانه كوره وجعانه مكسب، فاعتقد ان هم هيشكلوا اضافه وهيدوا حتى يعني دوافع جديده للفريق ان هو يقدر ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه نفوز ويتعادل الهلال وصن داونز، نقدر بقى تبقى فرصتنا ترجع لنا مره ثانيه في مباراه الهلال، ووقتها هيبقى في كلام ثاني خالص.